هل للمرأة أن تعارض زوجها إذا رفض أن تأتي للعمرة؟ هل للمرأة أن تعارض زوجها إذا رفضت أن تأتي للعمرة؟ أن تعارض؟ على كل حال إذا كانت عندها مانع من العمرة تقنع زوجها وتبقى في بيتها وزوجها يأتي ويعتمر ويرجع إليها إذا كان عندها مانع، وإن كان ليس عندها مانع فالأولى أن تعتمر طاعة لزوجها واغتناما لأجر العمرة، لا تحرم نفسها. نعم.